هذا التعديل ناجم عن التضخم وغيره. أنا لا أتصور أن حكومة رئيسها يتحدث عن حلول البشرية ما كانش متوقع، استغفر الله العظيم، قبل شهرين شو شوقه ولا قبل عام، هو كان عنده علم ودراية. وأكثر من ذلك اتحاد الشغل أعتقد في الاتفاق مع الحكومة في إطار تحضير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما عملوش يعني زيادات كبيرة. بمعنى ماذا؟ هل أنه هذا سؤالي اسمح لي، هل أنه من اللي عملوا قانون المالية متاع 22 ناوين بين الفرن على الغدرة وعلى يعني هالتحوير هذا في القانون، ولا ثم حاجة طارة؟ ما شفتش حاجة طارة. أنا هو من اللي تعمل القانون المالية لسنة 2022 كان مبرمج اللي ثم قانون المالية التعديلي في نهاية السنة، والثانية اللي راهو في 2022 ثم عفو جبائي صار على المواطنين ولا المطالبين بالأداء. العفو الجبائي هذا تجاوز اللي كانوا يستناو في مداخيل من عنده، هيك علاش المداخيل الجبائية زادت بمليون دينار بمليار دينار. باهي زيادة الأرقام تاع الجباية، بعضهم يقول لك راهو مش زدنا الجباية، لا، الحكومة صارت أكثر فتنة وأكثر حرصا على جلب هالجباية هذه. باش نبسط للمشاهدين من دون حتى حد، ثم فرق بين انك تزيد معاليم الجبايه وما بين يكون المال نتاعك سايب والحكومه بحسن تصرفها استخلصت اكثر جبايه. اعطيني الحاله اللي فيها. ماهيش الاولى وماهيش الثانيه، ما تزادوش جبايه جديده، اما العفو الجبائي اللي تعمل في قانون الماليه الاصلي لسنه 2022 جاب مداخيل اضافيه للدوله، خاطر ثم مطالبين بالاداء كان ترزن عليهم انه باش يدفع اصل الاداء المطالب به والخطايا الكبيره اللي ولات عليه. كي تعمل له عفو جبائي السيد هذاك تشجع ومشى خلص جبايته وخذا وتمتع بالعفو الجبائي الموجود. خلود جاوبك على سؤال.